ماتش مهم بزاف، عرفنا لا سي تري ديسيسي فور نو، و نمشي مع لا كونسنتراسيون ومع لا موتيفاسيون اللي خصو هذا الماتش. هلا نلعبوا واحد فينا ان شاء الله. خصنا نعلم على هذا الشيء باش ما خص يوقع عواد، دونك سي بيان و بور نو حتى نفاق شويه ويكون عارفني لا ما يكون حتى واحد الماتش يكون سهل، والطريق على لا ميدال ما ماشي سهل، دونك خصنا نبقى كونسنتر حتى حتى غيكمل لا كومبيتيسيون، خصنا نبقى كونسنتر مع لا كونسنتراسيون في 100%، دونك هي هذه مزيان. لا حتى واحد الماتش يكون سهل، عرفنا الا باغي نديو لا ميدال هادي لي اوبجيكتيف اللي عندنا كاملين، الطريق ما يكون سهل، دونك غنلعبو هاد الماتش بحال واحد فينال، نمشي نديو تخوا بوانت ان شاء الله ونمشي ديريكت على الكورتو فينال. ما كايناش ما فكرني على ليمباتي ولا تعادون ولا شي حاجة، بغينا نربح نديو تخوا بوانت و غنزيد ان شاء الله في لا كومبيتيسيون. بالنسبة للجوانب اللي شغلنا عليها، كنبان ان اولا على الجانب البدني، بحكم ان تعرفوا اللاعبين في اول السنة ديالهم في استعدادات ديال بداية السنة، من بعد لقاو راسهم بانهم كيلعبوا المقابلات من هذا الحجم في هذا الريتم وفي هذا الانتونسيتي اللي عالية وفي كل يومين. الان في المقابلة الثالثة اول شيء ركزنا عليه هو استرجاع القراوة البدنية، وكذلك شفنا اشياء كتعلق بالفريق الخصم من الناحية التقنية والتكتيكية المحضة، نقاط القوة ديال الفريق الخصم ونقاط الضعف ديالو، وإن شاء الله الرحمن الرحيم حنا عازمين باش أننا نكونوا غدا إن شاء الله جاهزين، لا من الناحية الذهنية ولا من الناحية التقنية والتكتيكية، خصوصا من الناحية ديال القلب، باش أننا نعطيو كل شيء باش نفرحوا الشعب الوطني إن شاء الله الرحمن الرحيم، اللي كينتظر منا الشيء الكثير، واللي كينتظر منا أننا ندوزوا للدور الموالي ونفتحوا الباب إن شاء الله المقابلات اللي جايه. فرحيمي على غرار الاخوان ديالو، وكتعرفوا بان بانوا عليها في المقابله اللي فاتت، بانوا عليها في المقابله ديال الارجنتين، ان رجال كما كنقول دائما اللي كيلعبوا بالقلب وبالروح كيديو معاهم الضغط ومع القرى، وباغيين يشرفوا الكره الوطنيه وباغيين يساعدوا الشعب الوطني. فلاحظتوا بان رحيمي تصاب خلال المقابله، ومع ذلك كمل المقابله حتى لاخر اللحظات، فاضطرينا اننا نغيروه. دابا كاين واحد المجهودات كبيره كتدار، ما فيهم اليوم حاولنا اننا نعطيو واحد 24 ساعه ما يدربش معنا باش نربحوها باش يكون ان شاء الله جاهز غدا ان شاء الله، ولاني عندي ثقه ويقين بان ان شاء الله يكون جاهز هو والاخوان ديالو باش نربحوا واحد المقابله، وخصوصا انها كتنتابنا واحد الحسره على الطريقه كيفاش منتجنا المقابله اللي فاتت، رغم اننا ونقول اليوم تري بون فوتبول خصوصا في الشوط الثاني، درنا كل ما يمكننا نديروه باش نوفروا النتيجه ديال الانتصار. جات واحد الهجمه اللي كانت في الاخير وقت قتيل اللي رسات الحلم ديالنا باش اننا ندوزو الانتصار، وهذا اشياء كلها غادي نديوها معنا كذلك، الدروس هذه اللي وقعنا فيها في المقابله اللي فاتت غادي معنا المقابله ديال غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وعازمين ان شاء الله باش اننا لا شيء سوى الانتصار باش نفرحوا الشعب الوطني ان شاء الله. حاولنا نتعافاو ديالهم بالزربه، حيت الوقت ما كاينش بزاف ما بين المقابلات، الوقت كيدوز بالزربه. دابا دزنا لحاجه اخرى، عرفنا شنو الحوايج اللي ما درناش مزيانين، نحاول نصلحوهم ونصلحوهم غدا ان شاء الله باش نحققوا التأهل. جميع المقابلات كما كنعرفوا جميع المقابلات كيكون صعب، الحمد لله بعدا باقي عندنا كلشي اللي بدينا، خصنا نفكروا غير في راسنا ما ندخلوش في الحسابات، عندنا مقابله حتى خصنا نربحوا وديك الساعه نحققوا التأهل ان شاء الله. ماتش تري ديفيسيل et on va tout faire pour aller chercher la victoire et la qualification inchallah, et on sait qu'avec le soleil et la pression bah, ça va être compliqué, mais on va tout donner inchallah.